طالما ذكرنا اعضاء الجمعيه العموميه، الحقيقه معانا مداخله من احد اعضاء الجمعيه العموميه الاستاذ محمد سهيل. الحقيقه ليه يعني مداخله عايز يتكلم فيها مع حضرتك. استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، منورنا طبعا في قناه الزمالك، قناه نادي الزمالك انا بيتنا ليا الشرف الكبير. طبعا جدا طبعا كزملكاوي يعني وك احد اعضاء الجمعيه العموميه انك تكون مداخله على القناه اللي انت بتحبها والفريق بتاعك، دي بتبقى حاجه مميزه جدا يعني. ان شاء الله دي تكون السمة في الفترة القادمة. طيب لو عايزين تقول لنا رسالتك على طول لدكتور كريم، تحب توجه له رسالة ايه؟ هو طبعا الاول انا يعني حابب اشكر القناه، طبعا خطوه غير مسبوقه لنادي الزمالك ولقناه الزمالك ان احنا نكون بنقدم حاجه بشكل احترافي، ان احنا بنعرض الاعمال الانتخابيه على الشاشه وبنقول للناس شوفوا مين المرشحين واختاروا، وكل واحد بيعرض برنامج الانتخابي بتاعه بشكل جميل، فده بينبه ان شاء الله ان احنا هندير الانتخابات بشكل يكون فيه حرفيه شديده. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه طبعا ان احنا محتاجين ان احنا ما نغفلش ادوار، يعني مش عايزين يكون الشكل بتاعنا في اداره العمليه ان احنا بالكل بنشتغل بشكل فردي، المفروض يكون في شكل مؤسسي ومنهج مؤسسي في الاداره دي المنظومه يعني. طبعا دكتور كريم انا يعني قابلته في انتخابات 2021 وعرفته كان مترشح وكده، ولكن لما سمعت عن ترشحه لمنصب امين الصندوق فعملت سيرش اكتر، عايز اعرف مين اللي مترشح على منصب مالي حيوي زي ده، بحكم ان انا راجل دكتور في القانون الدولي وعضو كمان مصر القانون الدولي، يعني حته السيرش وحته انك تشوف المصادر وتعرف المرجعيه بتاعت المرشح ده بتكون مهمه. لقيت انه حد متمتع بالدبل سي او التو سي اللي هو سيرتيفيكيشن وكواليفيكيشن، هو حد معاه دكتوراه في اداره الاعمال، حد بيمارس الحياه الاقتصاديه ومتابع الشان المصري الاقتصادي بشكل كبير جدا في الساحه الاقتصاديه، ليه توجهات وبرامج على اليوتيوب وعلى محركات البحث، في تسجيلات في التلفزيون، في لقاءات على الراديو، هو راجل مهتم بالشان الاقتصادي. سيرتيفيكيشن وكواليفيكيشن يعني عند الراجل عنده علم وفي نفس الوقت اتمتع بكذا منصب حضرتك قلتهم في التقديم بتاع البرنامج، فيعني عنده فكره هيدير بيه. طبعا لما بندير الحاجه بالعلم ده بيدعم النجاح وبيأسس ليه ان احنا بنحط خطوات غير مسبوقه، يعني احنا هندي كل فايل اللي فاهم فيه بشكل كويس فيبدا يديره. فانا يعني بطلب من دكتور كريم ومن المرشحين بصفه عامه ان يكون في تركيز اكتر في منصب زي منصب امين الصندوق، وده منصب حيوي جدا طلب يعني الاشراف على اداره التمويل وبيتطلب الاشراف على المصروفات والاستثمار والتمويل زي ما دكتور كريم اشار، تحديد نقاط الضعف والقوه يعني. وانا ببص برضو في السيرش اللي عملته عن دكتور كريم لقيت ان هو كان عامل كتاب في الحوكمه وبيتكلم عن الحكومه الرقميه وتطبيقاتها الذكيه، فيعني حسيت ان هو فاهم في المجال قوي، فده هيريحنا ان احنا كاعضاء جمعيه عموميه يكون المتولي الملف الاقتصادي وتحته المدير المالي حد فاهم في الموضوع، ان احنا عندنا ازمات ماليه كبيره مرينا بيها وثغرات قانونيه حصلت، فده عرض النادي لمشاكل كتير. دي حقيقه. طبعا كلام حضرتك يمكن مفهوم الحقيقه، اصل انا يمكن كل النقاط دي رحت فيها مع الدكتور كريم، الحقيقه دي يمكن اي حد بيبص على الصوره من بره شايف ان احنا في واقع صعب. طيب استاذ محمد سهيل احد اعضاء الجمعيه العموميه، طبعا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله القيمه دي.